كالشهاب دراج لا يهاب صخور الكلاب حيلا يخوض في الماء وتارة في الفضاء للشجاعة المثال طموحه هو الكمال مصمما يحطم الحجر كالصارخة كالبرق حين يحرق المسار مياه يسار يلبد السماء مزمجرا لا يعرف صيفا من شتاء طريقه مثل التيار يحرك أمواج البحار وصار نجما صافعا في المطار طريقه مثل التيار يحرك أمواج البحار وصار نجما صافعا في المطار في كل مطار ألعب بل أعمل عملا مهما انظري فأنا أعرض قطعة ثيابي المبللة للهواء لكي تجف ما الأمر؟ ما الذي فعلته؟ آسف أنا لم أقصد أبدا لم أعد أقدر على احتمال ذلك سأذهب وأنظف العربة وأنا أيضا لا يفعلان شيئا سوى اللعب لقد وسخا ثيابهما إنهما يتصرفا كالأطفال انتهيت من الثياب ها؟ ماذا؟ ها؟ اتسخ مرة أخرى علي غسله ثانية كنت مدللة في منزل أهلي ولا أضطر إلى القيام بكل هذه الأعمال أمي ميساء لديكم انظري إلى الشاشة يبدو أن هنالك مدينة ما في نهاية الطريق أرى ذلك قد تكون هذه مدينة الضباب لقد تذكر إن لم أكن مخطئا فإن هذه المدينة هي نفسها مدينة أرض الأحلام مدينة أرض الأحلام؟ نعم إنها تحتوي على فندق فخم ومدينة ترفيهية وكل شيء يخطر ببالكم والأهم من ذلك أنها مكان حالم يستطيع فيه راكب الدراجات أن يستخدموا كل التسهيلات من دون أن يدفعوا نقودا فكل شيء بالمجان فندق فخم من دون نقود نأكل فيها ألذ أنواع